السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يبارك فيك. احنا الآن هذا جزء من المشاريع الوطنية اللي احنا نعملها مع المستشفيات اللي هي وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. مشاريع كثيرة منها الخلع الولادي. اجتمعنا احنا اجتماع كبير قبل كم يوم، ففي آخر الاجتماع طلب القريات والعرعر انهم يكونوا أول الناس الموجودين لحاجة المحافظة والمنطقة اللي انتم فيها. فقبل ما نبدأ نحاول نتعرف عليكم ثم نتعرف علينا إن شاء الله. تفضل. معك دكتور عبد الله بخالد، مدير الطبي في المستشفى. حياك الله دكتور. حياك الله دكتور. الله يحييك، مبروك. الآن بدل الدكتور اللي أظنه دكتور عدنان. عدنان، سنين مع بعض اشتغلنا. نعم، دكتور عدنان ما شاء الله خدم فترة طويلة. كم، 30 سنة ولا أكثر؟ تقريبا 25 سنة خدم مدير الطبي. الله ينفع فيك يا رب بإذن الله. الله، تفضل دكتور. حياك الله يا دكتور عبد الله. ثامر الحسينان معك. دكتور. جراحة عظام الأطفال، مستشفى الملك فيصل التخصصي. طبعا الدكتور أسعد غني عن التعريف. أسعد الرئيس، مدير مركز الصحة الإلكترونية. والبرامج الوطنية، تفضل. علي السفياني، منسق مكاتب مستشفى الملك فيصل التخصصي. تفضل. دوية عبده، منسقة العيادات المرئية. عن المدينة، منسقة البرامج بتاع الجراحة. طبعا اعرفكم بعبير، يعني هي جزاها الله خير، وكمان خاصه وعبير هي اللي تعمل لنا الاشغال اللي ما احد يعرف عنها بسرعه، ترتبت لنا مشاريعنا وكل شيء. عبير غنيه عن التعريف. ايوه، جزاها الله خير، يعني تنفعنا كثير جدا في كل مكان. الله يجزاها خير يا رب. تفضل يا دكتور. باختصار دكتور عبد الله، ما ادري كنت حاضر معنا الاجتماع الماضي او ما كنت معنا. اذا عندك، نعم عندك فكره لا باس فيها عن الموضوع. احنا طبعا بعد الاجتماع، بعد ما سمعنا من الشؤون الصحيه في مختلف المناطق حاجاتهم المتفاوته ورغباتهم المتفاوته في المساله، صنفنا تقريبا البرنامج، برنامج الخلع الولاديه المشترك هذا، الى حزمتين اساسيه. الحزمه الاولى راح تكون تشخيصيه متابعيه بس ما تعنى باجراء العمليات في المركز اللي في المركز اللي في الشؤون الصحيه نفسه. هذه الحزمه الاولى طبعا راح يكون قد يكون فيها زيارات تثقيفيه تعليميه عن برنامج عن الخلع الولاديه كمرض وكتشخيص وكعلاج، لكن الاساس فيها هو عيادات عن بعد يقوم فيها جراح عظام في المركز، بالاضافه من جراح استشاري في الغالب راح اكون انا في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعياده المشتركه لمعاينه الحالات الخلع الولاديه اوليا، ومن ثم تجهيزها للعمليات والموافقه على تحويلها للتخصصي خلال قناة يعني مستعجلة، بحيث انه المريض في القريات لما انا والطبيب اللي عندكم في المركز نتفق انه عنده خلع ولادي يستدعي علاج جراحي، تنفتح له القناة هذه بحيث انه خلال شهر الى شهر ونص يكون وصل للرياض للتنويم مباشرة واجراء العملية، ومن ثم العودة للقريات للمتابعة لتغيير الجبس والتأهيل بعد العملية. فنكون احنا وياكم في القريات اختصرنا حوالي 10 زيارات للرياض، اختصرنا العناء عن الاهل في تنقلهم بطفل عليه جبس كبير، وزاد الوعي وزاد المعرفه في مستشفى القريات للعنايه بالاطفال هذول. اذا طبعا الحزمه الاخرى اللي هي الحزمه الجراحيه تضاف لها، انه الحالات هذه تجمع في المركز ومن ثم يزور الفريق الطبي الجراحي من التخصصي حتى بالامكانيات اللي معاه، وتجرى عمليات من حوالي 3 إلى 6 عمليات خلال يومين مثلا. وهذه طبعا راح يكون هدفها الاساسي انه خلال سنه ونص الى سنتين المركز تدريجيا ينعزل كمركز مستقل لعلاج الخلوع الولادي. طبعا الحزمه الثانيه فيها اشكاليات لوجستيه كثيره، يعني المركز لازم يكون مؤهل لعمليات الاطفال، يكون فيه اطباء تخدير عندهم خبره او مؤهل علمي لتخدير الاطفال، يكون في اطباء اطفال ووحدات عنايه مركزه للاطفال في حال لا قدر الله احتاجوا الاطفال هذول بعد العمليات للنوع هذا من العنايه. فانا يعني اذا جينا بنتكلم عن واقعيه في الامور، انا اشوف ان الحزمه الاولى في المراكز اللي عندها ضغط عالي من الحوادث وعدد قليل من جراحين العظام، اشوف ان الحزمه الاولى واقعيه اكثر من الحزمه الثانيه. صحيح. والكلام لك يا دكتور عبد الله وللدكاتره الموجودين. والله دكتور اسعد، نحن يعني الوضع عندنا المشكله، عندنا الشورتج وعندنا العدد الكبير من المراجعين، يعني نسبه تقريبا خلع الولاده اللي عم تتحول شهريا تقريبا من 3 إلى 4 حالات، يعني في اخر 9 شهور 3 إلى 4 حالات.
وضع قسم العظام عندنا للأسف لا يوجد عندنا غير 3 أخصائيين عظام، لا يوجد استشاري مقيمين أو كانت موجودة أو كانت لا، يعني الوضع شوية صعب. فأعتقد يعني الحزمة الثانية يمكن يكون صعب زي ما تفضلت، يمكن يكون شوية صعب حتى علينا كتجهيزات العمليات، عندنا جالسين يغيروا غرف العمليات الحية، فبرضو يعني يمكن يكون حاليا الحزمة الثانية صعبة شوية، الحزمة الأولى يمكن أفضل شوية. من الأشياء اللي حنحتاجها وأكيد لا نستغني عنكم اللي هي التثقيف والتعليم، يعني لو تيجوا عندنا تشوفوا الأمور على الواقع، لو تيجوا يعني من ناحية تفضلت ممكن العملية تنعمل عندنا، لكن بعد كده متابعة. المتابعة أعتقد يعني حتى خبرات المتابعة بالنسبة لتغيير جبس وكده محتاجين شوية تثقيف زيادة عندنا بالنسبة للبطل. ف يعني احنا جاهزين في اللي تبغوه، وبالعكس يعني التعاون لمصلحة المريض في الآخر. جميل جدا. شاكرين يا دكتور عبد الله. بس انا طبعا الامور الفنيه من ناحيه او الامور العلميه الطبيه يا دكتور عبد الله للعلاج الاشكاليه هذه ومتابعتها يحتاج انها تكون بيني انا وبين طبيب عظام مهتم باداره هذا المشروع عندكم. فاذا كان مثلا في احد من الاخصائيين عنده اهتمام بعظام الاطفال ويرغب انه يكون هو المسؤول عن العياده هذه عن بعد، اكون اتواصل انا معه مباشره، حتى ممكن ننسق الزيارات التثقيفية للمركز وتشارك أنا وياه كمان في المواد العلمية للتشخيصية والعلاجية والمتابعية في الأخير، بحيث أنه في الأخير أكون أنا وياه يعني على نفس الصفحة لما نعاين المريض ولما نتابع المريض. صحيح. لا فيك يعني بعد اجتماعنا الأول احنا شكلنا لجنة هنا على أساس يصير حلقة الوصل من أخصائي عظام، من أخصائي ميونيت، ومن التنسيق الطبي، على أساس نقدر نفتح حلقة الوصل وتصير أسهل الأمور ما تصير مشتتة. جميل جدا. على أكيد يعني حن عايزين نديكم الأسماء كاملة أو طرق التواصل اللي تشوفوها على أساس نبدأ في الموضوع إن شاء الله. جميل جدا دكتور عبد الله. أنا بس يعنيني في الأساس صراحة طبيب العظام يعني وسائل التواصل معاه الجوال والإيميل. بحيث اني اتواصل معاه كما راح اتواصل مع الدكتور في مستشفى عرعر، نتشارك في المساله العلميه والمساله الرعايه الصحيه للمريض هذا من الالف للياء، ونتشارك في التحديات اذا كان في اي تحديات واشكاليات راح تواجه هذا الطبيب، نشوف الاليات الممكنه العمليه اللي ممكن تطبيقها للتغلب على هذه الاليات. يعني مثلا واحده من الاليات يا دكتور عبد الله المهمه لمشروع مثل هذا اللي هو تغيير الجبس بعد العمليه الاولى. اذا انا استقبلت المريض عندي في التخصصي وعملت له العملية الأولى، المريض راح يطلع من تخصصي يرجع لمدينته في عرعر يجلس 6 أسابيع في جبس كبير القريات، عفوا في القريات يجلس في جبس كبير، بعدين يجي يزور عيادته المشتركة في القريات لتغيير الجبس يحط جبس ثاني. فوجود فني جبس أو ممرض أو طبيب عنده القدرة وعنده المهارة لتغيير الجبس وحتى الإمكانيات الجبس هذا متوفرة في المركز، هذا مطلب. ايه هذه الصراحه بدي اتاكد منها، اكون معك صريح ماني متاكد من هذه النقطه اذا هي متوفره انا او لا، ابي اتاكد من الموضوع. يعني لو كنت عارف الاجتماع عشان كذا كان جبنا الدكتوره عوده معانا اللي هو اخصائي العظام. نعم. لكن ابي اتاكد لك من الموضوع هذا لانه عندي شك انه عندهم القدره او لا. ما في اشكاليه، انا اجل انتظر منك دكتور عبد الله تزويدنا بوسائل التواصل مع الدكتور عوده، هو اللي راح يكون مسؤول عن المشروع تقريبا ان شاء الله. خلص بإذن الله نتواصل معاه ونوصل له الأمور الفنية للمسألة والعلمية إن شاء الله. على أكيد يعني حنرسلكم كل وسائل التواصل من كان أنا الدكتور عودة اللجنة طيب. اللي حطيناها على أساس إن شاء الله نوصل لحل الإمكانيات طيب. اللي نقدر نسوي بإذن الله. احنا أرسلنا لكم خطاب لمدير الشؤون الصحية عبير جاك الخطاب يا عبير ولا؟ أيوة جاني. وأعطيتهم صورة منها للمستشفى عندكم؟ الخطاب اللي هيك؟ خطيب حق الخطاب حق مدير الشؤون الصحيه اللي ارسلته لك اعطي لهم هو في المستشفى هنا، ردوا علينا في ايوه ردوا علي هذا هو طبعا ردوا علينا في انكم بالاشاره للخطاب رقم كذا وكذا انكم بحاله تتعاونوا معنا، واذكر فيها لكل اللي هي اللي وجه لسعاده الدكتور جهاد الوطبان، واذكر فيها جميع وسائل الاتصال فيها والامكانيات المتاحه عندكم. نعم
اكيد ان شاء الله. في الدكتور اسعد الجان شاركنا الحين، دكتور شاكر من اخصائيين العظام اللي عندنا، خليه يدخل معاكم شويه كذا بس. عبير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله دكتور شاكر. حياك سلام. ثامر الحسنان من المستشفى التخصصي. احنا ان شاء الله يا دكتور شاكر، يعني تكلمنا مع الدكتور عبد الله انه مشروع الخلوع الولاديه هذا يعني قد يسير في اتجاهين. الاتجاه الاول انه عمليات مشتركه في المركز نفسه ومن ثم المتابعه في نفس المركز، او الخيار الثاني وفي الغالب هذا اللي راح يعمل فيه انه توضع عياده مشتركه في عرعر، في القريات عفوا، يتم طبعا الاشراف عليها من عندنا احنا ومن ضمن طبيب او من قبل برضو طبيب من عندكم، يتم فيها تشخيص الطفل بالخلوع الولاديه وتحديد حاجته الجراحيه. اذا ثبت حاجته الجراحيه يحول للتخصصي، بحيث انه العمليه تجرى له في التخصصي خلال فتره اقصاها شهرين من اكتشاف الحاله، وبعدين يرجع لكم للمتابعه لتغيير الجبس، ومن ثم العلاج الطبيعي والتاهيل لحد ما يتعافى الطفل بعد العمليه. فالدكتور عبد الله وعدنا خير ان شاء الله، يعطينا بوسائل التواصل على الاطباء المسؤولين عن المشروع من جهتكم انتم، واحنا طبعا راح نزودهم بالمواد العلميه والفنيه الكامله لتشغيل العياده هذه المشتركه ان شاء الله. ان شاء الله. في اي اسم دكتور شاكر؟ اي الدكتور عوده كمان شاركنا الحين. ممتاز. بس بتاكد منه انه من ناحيه تغيير الجبس عندنا لو عمل قلع الولاده في التخصصي وجاب على عندنا الامكانيات تغيير الجبس. ايه الامكانيه موجوده، المتابعه بعد العمل الجراحي موجوده. ممتاز ممتاز. حياك الله دكتور عوده. على دكتور على استاذنا ثامر الحسنان من مستشفى التخصصي، الله يحييك. الله يحييك. احنا طبعا يا دكتور عوده تو تكلمنا مع دكتور عبد الله وقلنا انه المشروع هذا حق المشترك للعلاج الخلوع الولاديه قد ياخذ احد اتجاهين. الاتجاه الاول انه نتشارك في التشخيص ومن ثم العلاج الجراحي في المركز نفسه، لكن فيما يبدو في تحديات كبيره في مستشفى القريات، فاحنا اخترنا الطريق الاخر انه نضع عياده مشتركه تكون قناه فاعله لتحويل الاطفال هذول عندنا في وقت وجيز، بحيث انه العمليه تعمل عندنا هنا ومن ثم يرجعون للقريات يتابعون في نفس العياده المشتركه ان شاء الله خير. يتغير لهم الجبس ومن ثم التاهيل بعدها، فنختصر على المريض يعني حوالي 10 زيارات للرياض بدون داعي واضح. احنا راح نتواصل ان شاء الله، راح اتواصل معاك انا شخصيا دكتور عبد الله وعدني يعطيني وسائل التواصل معاك الجوال والايميل، وراح ازودك انا بالاليه الكامله للعياده المشتركه هذه بما في ذلك عددها عدد مراتها في السنه. ما راح تكون هي كثيره، راح تكون تقريبا يا اما مره في الشهر او مره كل 3 أسابيع كحد اقصى. ان شاء الله كويس. ان شاء الله هو احنا عندنا شهر 5 حالات شهريا يعني. اي نعم. فأنا أشوف أنه تقريبا مرة في الشهر قد تكون كافية إن شاء الله بإذن الله. نعم. أي سؤال أي استفسار دكتور عودة دكتور شاكر؟ جزاكم الله خير إن شاء الله. نتواصل إن شاء الله قريب، نتواصل قريب إن شاء الله. سامحنا دكتور ثامر خليناك تعيد الكلام أكثر من مرة. لا عزيز وغالي دكتور عبد الله. يكفينا الحماس والحفاوة يا دكتور عبد الله. الله يجزاك خير. إلا دكتور عبد الله حيكون لنا لقاء إن شاء الله معاك خاص. يعني حكوم على عدد كبير من الزملاء الموجودين، اشرح لك بالضبط ايش ممكن تستفيد محافظة القريات من خدمات كثيره جدا وبسلاسه جدا ويعني وعدم تكلفه ايضا باذن الله. الله يرضى. انا قريب ان شاء الله انا اتصل فيك ونسق معك اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله ونحن جاهزين لاي شيء يعني في الاخر كل خدمه مرضى ان شاء الله جاهزين كل شيء ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا. تفضلي في عندك. الله يعطيك العافيه. لا بس بقول لهم يعني العياده الفيرشوال كلينيك هم يعرفوا عنها غالبا هي تبدا فيرشوالي وبعدين يكون في وسائل تعليميه حتى اللكشرز ممكن تعملها فيرشوال يعني في عندنا عبيد في محاضرات ممكن تنعمل من عبيد. عندي اشكاليه بس في الفيرشوال كلينيك ما ماني فاهم كل اللي يجوا ما فاهم كلينيك از ا فوجي كونفرنس. نعم. خلينا بس يكون المحاضرات بس انه هل بيكون عندهم جهاز مثلا يطلعوا على الملف المريض او النيرسز او هذا الاشكال اخصائي الجبس او اللي يعمل الجبس كله بيكون عندنا ناس برضه يجيبهم ويعطوا هذه المحاضرات. صرت عم يقول يوتيوب احيانا يبعث لهم ماده علميه يعني بيكون في مشاركه في المواد العلميه على اساس انه هم ما يكونوا خلاص السكيل بتاعتكم فيري جود سو ذي كان دو ات ايفينشولي باي ذيم سيلفز. ان شاء الله
طيب انا بريحكم من هذا كله. انا ان شاء الله حصمم لكم صفحه الكترونيه كامله عن هذا المشروع نشرح فيها كل طبعا ما احنا حط فيها طريقه التواصل نحط فيها كيف البروتوكولات اللي تعمل فيها المواعيد العيادات اللي فيها ممكن يطلع عليها المرضى ايضا يشوفوا ايش الاجراءات فيها الموجوده فيها التواصل اللي بيننا لاجراءات واضحه شفافه جدا. انت حتكونوا لنا كشركاء كاقران ما حتكون مثلا ابدا حيكون يعني وانتوا اصحاب القرار في كل اللي تعملوه في العيادات هذه كلها ووضعها والعمليات كلها باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله بالتعاون نستفيد منكم باذن الله ان شاء الله باذن الله. انا حصممها وحصمم الموقع باذن الله ونحط فيها كل هذه المعلومات بحيث انه الانسان المرجع عندنا الوحيد اللي هو ايش؟ الويب بيج هذه ما تحتاج انك تعرف اي حاجه تخرج عنها باذن الله. ممتاز شكرا ان شاء الله. شكرا جزيلا بارك الله فيكم. شكرا شكرا جزيلا على وقتكم. نتواصل ان شاء الله قريبا باذن الله ان شاء الله ما نستر يعني.